وخلال اتصال هاتفي سابق أكد السيد مجيد الماجد مدير إدارة تطوير الأعمال والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض على كثافة إقبال الزائرين لمهرجان صيف البحرين، وهو ما يؤكد نجاح الفعالية منذ لحظة انطلاقها. من أهم المؤشرات الرئيسية اللي قدرنا احنا نقيس نجاح المهرجان هو نفاذ التذاكر بشكل يومي. يعني في خلال 3 أسابيع اللي طافت لاحظنا ان في بيع للتذاكر ونفاذ التذاكر بشكل يومي تقريبا. واحنا طبعا في هيئه البحرين للسياحه والمعارض سعيدين ان المهرجان قدر يستقطب العوائل البحرينيه المقيمين في البحرين السياح وزوار مملكه البحرين من مختلف الاعمار والجنسيات. حرصنا ان في تنويع للبرامج الترفيهيه في المهرجان. يعني خلال الاسبوع القادم ان شاء الله في المهرجان راح يستضيف الشخصيه العالميه بلدي المعروفه طبعا على اليوتيوب، وبامكان طبعا الزوار ان يصورون مع بلدي او يشاركون بلدي على المسرح اللي حاملين تذاكر المسار السريع اللي هو الفاست تراك.